مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. اليوم غادي نشوفوا الجديد في الملف ديال تامي بناني. ملف تامي بناني، عدد كبير من المغاربة في المغرب وخارج المغرب متبعين القصة ديالو. تطورات ومستجدات جديدة في الموضوع، فيها نوع من الغرابة. الأولى كتتعلق برقم الهاتف، بانت خيوط. المسألة الثانية هو الطلب اللي قدمت الأم ديالو، اللي قدمت القضاء، من جريمة قتل إلى الاختفاء والاختطاف. والمحكمة بطبيعة الحال هي اللي غتصدر القرار. غادي نشوفوا حيتيات الموضوع. أستاذة، أنت مسؤولة على الشق القانوني مع التهامي بناني، إلا كان ممكن هذه المستجدات الجديدة اللي بينت حقائق أخرى أعطيها لي الرأي العام. نعم، اهلا وسهلا، شكرا لكم على تتبع الملف ديال تامي بناني ومساندة السيدة حياة العالمي. فيما يخص الملف اليوم، هو اننا تقدمنا امام المحكمة الموقرة باش نعززوا بواحد الطلب، باش نعززوا به الطلب ديالنا السابق اللي كان على الهواتف النقالة. كنا احنا بغينا نعرفوا تمركز والتحركات وتوقفات ديال الشريحة ديال الهاتف النقال، حيت نعرفوا بان الهاتف النقال عنده واحد الشريحة فيها واحد الرقم معين مخصص لكل شخص فينا. فكاين واحد الأعمدة ديال الريزو اللي كيمكن لها تكابطي فين انت واقف وفين انت جالس، وشكون اللي جالس حداك اذا عطيناه داك الرقم. فحنايا هاد الايام بقينا كنتصلوا بواحد الاخصائيين، وكنشكرهم من هذا المنبر، الاستاذ الدكتور بن سعيد، اخصائي في علم الاجرام والتشريح، والاستاذ مصرار، هما من فرنسا، دكاتره مقتدرين، بحثوا معنا على الهاتف النقال ديال تامي بن يعني عبر ماب جوجل وعبر جوجل ايرث. هادو واحد التطبيقات ديال الانترنت اللي كيعطيوك فين كتكون كتمركز الهاتف ديالك النقال. وبطبيعه الحال حنا عرفنا اليوم ديال لو كان معاه الهاتف النقال ديالو اللي عندنا الرقم ديالو، واللي حنا كنا طلبنا مش حال هذه بان خصنا نعرفوا، من طلبنا من المحكمه تعطيه لينا، تعطينا خبره عليه، وتعطينا شكون اللي كيتصل به وشكون اللي على مدار 15 سنه. فاحنا كانت رفضتها لينا المحكمه، رفضتها لينا المحكمه بعله انه سبق لها البت في هذا الموضوع هذا وحسماته، لان كانت الشرطه ولا الدرك هما اللي كانوا داروا هذا البحث ديالهم خلال البحث والتقصي على الحقيقه. لكن حنايا ملي جابوا هذوك النتيجه ديالهم عندنا الحق نطعنوا فيها، وحنا عندنا الحق نطعنوا فيها في درجه ثانيه تمشيو للاستئناف. علاش؟ لان هي الدرس ديجا. ولكن حنا دابا امام الهيئه، الا جبنا لها حاجه جديده عندنا الحق نعاودوا نديروا الملتمس ديالنا الجديد في هذا الشيء. لان اش كنقولوا لها؟ كنقول لها صحيح ان الدرك الملكي مشكور، دار العمل ديالو، الخدمه ديالو هذه، لكن هو مثلا ما جابناش الهاتف ديال تامي بناني. فينا هو طيل هاد 15 سنه ما جابهاش، اذا حنا جبناها. مني مدونا هاد الدكاتره بهاد سميتو، عطاونا الهاتف النقال ديال تامي بناني اللي ها هو كاين في هاد الخرائط هادو. يمكن لكم تدخلوا الموقع ديال جوجل وجوجل ماب وجوجل ايرث باش تلقاوه، كديروا التطبيق ديال الهاتف النقال كيقول لكم انت موقع فين. حنا علاش ملي خديناه جميع الاثباتات ديالو، يعني تخدينا انه كاين في ازيلال، يتواجد بمنطقه ازيلال وبمنطقه نائيه وبها منزل واحد. يعني اللي فهمت انه رقم الهاتف انطلاقا من الوقت اللي وقعت الواقعه، هذا الهاتف باقي خدام لدابا وكاين في ازيلال. هو مني وقعت الواقعه بقى خدام، لكن واش كان كيتواجد في ازيلال او لعد ولا كيتواجد، هذا هو الطلب ديالنا للمحكمه. اذا عطتنا الخبره القضائيه غنمشيو مع المسار ديال الهاتف من نهار اللي تختفى، لانه ما قالوا لك مات. واش الهاتف توا مات معاه؟ توا دفنتيوه معاه؟ ومن دفنتيوه معاه خصو يحبس. ما كايناش، نعم. الا سمحتي لي، ما كايناش فرضيه اخرى. نعم. انه رقم الهاتف ما كانش مسجل باسم ديال تامي، على اساس انه اقتناه شخص اخر تيشتغل به دابا وكاين في ازيلال. واش اتجاه هذا؟ لا، يمكن له يكون اقتناه فعلا، ولكن منين اقتناه؟ ياك انتوما قلتيو مات، اذا انتوما اللي كنتي وحده اللي عطيتيه لهذا اللي اقتناه. لا، اللي غادي ياخذ النمره غادي ياخذها من الشركه. اي، غادي ياخذها من الشركه صحيح، لكن حنايا الا طلبنا من الشركه شكون اللي خداها بالتوالي غتقول لينا، لان احنا هذا هو طلبات ديالنا. دابا ملي كيعطينا القضاء واحد الخبير محلف من اتصالات ولا من واحد الاجهزه اللي عندها علاقه مع هذا الشيء ديال التواصل، كيعطينا كل شيء، وحنا ما عندنا، زعما ما خايفين في شي حاجه، حتى بالنسبه للخصوم راه مزيان لهم، لانه غيعطيونا 15 عام. حنا طلبنا 15 عام، راه كاينين بعض الجرائم اللي كيتحلوا بهذه الطريقه، وخيعطيونا 15
كيلو، حنايا مستعدين لان حنا هذيك ديال الدرك الملكي الخبره اللي داروا لقينا منها واحد الارقام ما كاينينش اللي كانوا عيطوا للسيده حيه العالم فلاتي. الا سمحتي لي هذه الخبره الاولى اللي داروا الدرك الملكي فين وصلوا فيها؟ في الوقت اللي وقعت الواقعه مع من نتكلم مع من نهضر النوامر او الارقام اللي تواصل معاهم هذا الشيء كله النتيجه ديالو شنو كانت؟ لا دوك ما كانوش جابوا لنا هذا الشيء، كانوا غير ملي وصلت 2017 وكثرت عليهم مدام حياه بقات عليهم ما درتي واش هذه درتي قلتي لي هذا كاين هنا ممرض ما كاينش بقات في السبيطارات قالوا لي ها واخا صافي حنا غنديروا لك على الهواتف النقاله. مشاو جابوا واحد نص لائحه فيها ساعتين، حنا ما كيهمناش ساعتين واش الجريمه فيها ساعتين ولا فيها 15 عام. اذن ديك الساعتين هي اللي قالوا انتم تلاقيتي مع هذا عيط لهذا، حنا حصلناكم تعيطتي واذن شنو قلتي واذن شنو هذا الشيء صافي. الاخرين قال لهم حنا راه كان معنا الولد حنا راه حطيناه حدا الدار. حنا من تماك بدا الكذب في جميع المحاضر، كذب كذب كذب. فحنايا بالنسبه لنا ما كناش عندنا واحد لا ساتيسفاكسيون ديال داك الخبره اللي دارت الدرك الملكي او لا الشرطه على هذيك سميتو، لان ما كاينش شي حاجه كتمنع واش الكاغيط غالي حنا نخلصوه. اللي ما تجبد 15 عام جبدنا 15 عام، ياك عندك الارشيف راه هذا انسان ماشي شي حاجه. اذا حنايا مشينا بقينا في هذا التوجه بحال هكا غادي يولي كل واحد كيقول لك هذا غبرتيه صافي ما كاينش شي دليل، ضد مجهول ضد. حنايا رافضين هذا الشيء، ما كاين لا ضد مجهول لا والو. حنايا مشينا معاهم في التوجه الدولي العالمي الحديث العلمي. علاش؟ لان عندنا اتفاقيات دوليه ديال التعاون في الميدان الاجرامي، مجبرين اننا نمتثلوا التعليمات الدوليه. فحنايا طالب ديالنا كنتظروا اليوم السيد رئيس رئيس الموضوع يعني قاضي الموضوع مشكور، قال لنا غادي ننتظروا واحد حتى الخمسه باش يشوف واش غادي يبت لنا في الطلب. كان لطيف مع السيده غادي تناقشي معايا الا سمحتي لي الطلب. هذه مساله الاولى باش لا متبع معها، هذه مساله ديال الهاتف. هذا الخيط الاول. الخيط الثاني ديال الطلب، طلب انه الام تطالب باعاده التكييف من القتل الى الاختفاء والاختطاف. صحيح نعم، والاحتجاز لان اختطاف وما جبتيش يعتبر محتجز. فحنايا قبل من هذه الجلسه هذه ومني كانت الهيئه الاولى قدم لها طلب ديال اعاده تكييف القضيه من القتل الى الاختطاف والاختفاء، لانه ما عندهمش دليل، ما جابوش لنا جوته وما جابوش حتى شي تبرير. اذا من حقنا انتم كتقولوا ما انتم جبتوا والو، حتى حنا كنقولوا حي وانتم تجيبوه، لان انتم اخر واحد كان معاهم. حنا كنمشيو على اخر واحد كان معاه وتغلق السياره، لان حنا هذا الشيء كله اللي تيقولوا يبينوا لنا الهواتف النقاله. مثلا قلتي تنقلتي لولد مرزق والبالومه وداك الشيء، حنايا هذاك طاعنين في داك الشيء كتكذبوا حيت مولفين كتكذبوا. اذا حنايا الهاتف النقال هو اللي غيقول لنا فين تحرك فين مشى، وديالك وديال الاخر د الاخر. حنا حتى باغيين حتى الاخرين، لان هذا لقيتي هنا كاتبين هنايا منزل نائي في جبال يعني بعيد عن اي بشر، بعدته الوحيد انا كاتبين. اذا هذا الهاتف هذا ما جاش تحط بالطياره، راه اللي جابوه وجابوه بالطوموبيل وجابوه حتى تليفوناتهم غادي يبانوا هنايا بالغيزو. فهمتي هادشي كاين. نعم هذه هي التطورات استاذه، شكرا لك. نعم. كديري مجهود كبير لتبين الحقيقه اكثر في هذا الملف. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا أم تامي بناني تضحي بالغالي والنفيس من أجل تبيان الحقيقة. هذه بعض النقط اللي درجنا مع الأستاذة اللي هي بطبيعة الحال خيوط ممكن أن توصل للنتيجة بطبيعة الحال. أين هو التهامي؟ مشاهدينا الكرام نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. هي الآن تامي تطالب القضاء بطبيعة الحال بأنه إعادة استجبلها الطلب إعادة تكييف من القتل إلى الاختطاف والاحتجاز، والقرار في الأخير هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام سوف نوفيكم دائما بالجديد في هذا الموضوع، تبعوا معايا.